على قارعة الطريق وسط مدينة جعار بمحافظة أبين، اعتاد الأطفال مع كل مناسبة عيدية الخروج والاحتفال في هذا المكان المخصص من قبل الأهالي ليكون متنفساً عيدياً لأطفالهم. حاجة المواطنين إلى وجود متنفس مناسب يمكنهم من الخروج برفقة أسرهم في الأعياد، جعل السلطات داخل المديرية تعمل خلال العامين الماضيين على تأهيل هذا الموقع الذي كان مبنى حكوميا وتحويله إلى متنزه للأطفال، لكن ضيق المساحة وعدم توفر الألعاب بشكل كاف جعل نسبة الإقبال عليه محدودة ومتواضعة جدا. الواحد في مناسبة الأعياد لا يدري أين يذهب هو وأولاده، يتجه أساسا إلى مثل هذه المتنزهات، وعدم وجود الأمان هنا يصاب الواحد بمعوقات وبصعوبات، يعني لا يصلح مثل في معانا في هذه الأماكن بعض الأرجوحات غير آمنة، وهذا مما يؤدي إلى خطر على الأطفال. ولهذا نطالب إن شاء الله من السلطات المحلية الاهتمام بمثل هذه المواقع ومثل هذه المتنزهات. المتنفس الوحيد لأصحاب جعار، منطقة أبناء جعار، لا أبيان خاصة محرومة من جميع الأشياء هذه، لأنها فيها المتنفس العوائل والأطفال. أما المكان هذاك اللي هناك القنب برضه هناك، معني مكان عام شارع، مش معقول نجيب أطفال هناك صوب حادث بحد ولا شيء ولا لا سمح الله. وعلى خلاف الوضع في مدينة جعار، يبدو العيد مختلفا هذا العام في زنجبار، حيث مثل افتتاح متنزه ساحة الشهداء بعد 10 أعوام من إغلاقه نتيجة الدمار الذي لحق به بسبب الحروب أهمية كبيرة للساكنين في المدينة، ووجد فيه الكثيرون مكانا مناسبا للاحتفال بمناسبة العيد بعد إعادة تأهيله مؤخرا. الساحة تعتبر من أهم المواقع داخل محافظة أبين ومديرية زنجبار، لأنها المتنفس الوحيد في المحافظة، ويجب على السلطة الاهتمام بها أكثر وأكثر، لأن ما معنا إلا متنفس واحد وهو الساحة اللي يرتاح اللي تحصل الأسر الراحة لهم. منتزه أبين الوحيد متنفس لها. مبادرة السلطات وتركيزها على ضرورة إيجاد أماكن مناسبة للترفيه وإن كانت ضمن مسؤولياتها خلقت ارتياحاً واسعاً أوساط الناس، وبدا العيد مرتسماً في ملامح الأطفال وهم يحتفلون داخل محافظتهم دون الحاجة للخروج إلى المحافظات الأخرى للاحتفال بالعيد. لبرنامج أضواء السهيل، عبير علي، محافظة أبين.